هكذا تبدو مناورات الجيش والحرس الثوري الإيراني الجوية، قد تحمل رسالة للآخرين في ظل تهديدات مستمرة بشن حرب على إيران لطالما تلقفتها طهران برد شديد اللهجة. يطلقون منظومتهم الجوية فتحلق الطائرات الحربية في تدريبات واسعة النطاق. عسكرياً تتحدث البلاد عن تدريبات مراقبة ورصد وحماية الأجواء من أي اختراقات للتأكد من جهوزية المنظومة تكتيكياً. نجرب في هذه المناورات جهوزية القدرة الدفاعية لسلاح الجو على مساحة 850 ألف كيلومتر مربع، ونختبر نقاط الضعف لدى العدو الوهمي لمواجهتها، والتدرب على الرصد الإلكتروني لمواجهة أي اختراقات للأراضي الإيرانية. بعد الحديث الأخير عن إطلاق نيران إيرانية باتجاه طائرة أمريكية من دون طيار اخترقت حدود البلاد، كثفت إيران تمرينات سلاح الجو للرد على ما أسمته تجاوزاً للخطوط الحمر، إشارة تطلقها طهران في ظل تصريحات متبادلة لا تنبئ بتنازل إيراني أو ليونة أمريكية. إيران انضمت لطاولة الحوار، ولكنها تعتبر أن هذا الملف يتم التعامل معه بتسييس من قبل الغرب، فممارسة الضغوط لن يعني نجاح المفاوضات، ولكن هذا لا يعني أن الحرب قريبة، فتحمل نتائجها صعب حاليا. الإشارات الإيرانية قد تقصد السيناريو العسكري الإسرائيلي ضد النووي أيضاً، وإن لم تتفق إسرائيل وإدارة أوباما على التعامل العسكري مع الملف العالق على طاولة الحوار، غير أن طهران تجهز سيناريوهات تشمل كل الاحتمالات. النووي حمل حظراً وعقوبات وتهديدات، بعض الأطراف لا زالت تؤمن بسياسة الحوار وأطراف أخرى تكرر حديث الحرب. بالنسبة لإيران، عندما يتعلق الأمر بأمنها القومي، فالحذر الواجب يصبح ضرورة. فرح الزمن شوقي، المؤسس اللبناني للإرسال إنترناشونال.